السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تقنية اسمها انترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، ان كل اشياء اللي عندك تقوم توصلها بالانترنت، فدي كبيرة جدا. يعني لو بدأنا من ابسط حاجة او ابعد حاجة عن تصورنا، اللي هو مثلا الفلاحة او الزراعة، نلاقي ان في فعلا انترنت للزراعة، ان الاجهزة اللي عندك في الارض تكون متوصلة بالانترنت وتجمع المعلومات وتحللها وتعرف انسب اوقات مثلا للري، انسب اوقات للسماد، ايه السماد المناسب للارض بتاعتك. في تطبيق شفته واستخدمته اسمه بلانت اي اكس، ده مجرد بس عندك نبات ظهر عليه اي امراض بتصوره، هو يبدا يحلل ويجيب لك نوع المرض دوت وازاي ان انت تعالجه، فاصبحت موجوده. ونفس الشيء بالنسبه للحيوانات، فممكن كل الادوات اللي عندك تكون متوصله بالانترنت وشايف انسب اوقات للحيوانات ايه. عندنا مثلا انترنت الصحه، ودي من اكثر التكنولوجيا اللي بتستفاد بانترنت الاشياء، زي مثلا الساعه الذكيه. انا يعني كنت معتقد انها تخاريف، لكن لما لبستها قطع شوط كبير جدا جدا، يعني يقيس الضغط ويقيس التدفق الدم والنوم والاكسجين وكل الحاجات ديت بالساعه. والابحاث حاليا ماشيه على ان هو يقيس السكر، لكن حتى الان مفيش اي حاجه دقيقه في موضوع قياس السكر ده. في يعني سعرات حراريه، بيقيس النبض، درجه الحراره، جوده النوم. لو انا مش نايم كويس بيقول لي انت عملت غلط امبارح فما نمتش كويس. عملت غلط يعني ايه؟ قبل ما تنام كنت عملت تتفرج على التلفزيون او ماسك الموبايل، فده بيأثر على جوده النوم. فهو بياخد البيانات دي يحللها ويديك انسب حاجه ليك او نصايح. ولو في مثلا ازمه قلبيه او جلطات، ممكن ينبه المريض او يتصل بالاسعاف او يبعد المكان بتاعك للممرضين. وطبعا في المستشفيات ده اكتر حاجه موجوده، يقيس لك جوده الهواء ويحللها. انا اشتغلت في حاجات زي كده في المستشفيات، يعني ان انا اربط البيم بالفاسيلتي مانجمنت بحيث ثانيه بثانيه نبقى عارفين، ولو حصل لا قدر الله اي مشكله سببت في تلوث هواء او بالذات في غرف العمليات، يبدا ينبهنا لحاجه زي كده. عندنا مثلا انترنت النقل، وكلنا يعني شفنا اوبر ان هو في ذكاء اصطناعي بيشوف انت اقرب عربيه تبعه فين، فيبعت لها وتجي لك وتبقى عارف مثلا انت راكب في عربيه رقمها كام، فتقدر تبقى واثق من ان مفيش مشاكل هتحصل، هتقدر تكلم الشركه. في العربيه ذاتيه القياده، في اجهزه استشعار رهيبه فيها كميه الداتا 1 جيجا في الثانيه بيحللها ويحلل الطريق والجو والاجزاء الميكانيكيه والكهربائيه والناس اللي ماشيه حواليه، ويقدر ان هو ياخد القرار هل يفرمل هل يقف هل يعني كل الحاجات بيقدر يحللها في ثواني. برضه بالنسبه للسيارات والقطر والقطار والمترو والحاجات دي كلها. عندنا مثلا لما نيجي نشوف الانترنت التصنيع، المصانع كلها بقت شغاله بالانترنت سينجس ومراقبه المنتجات وكفاءه المكن. وفي تطبيقات كتيره جدا بحيث انها تتنبأ بالعطل قبل ما يحصل، بحيث ان انت ممكن توقف الانتاج او ان انت تشوف ايه الحاجه اللي ناقصاك وتبدا ان انت تجيبه قبل ما يحصل اي مشاكل. موضوع زي موضوع الطاقه، مفيش دوله عندها اكتفاء بالطاقه، فالتكنولوجيا الحديثه بتخليك تعمل ترشيد للاستهلاك وتعرف فين الهدر بتاع الطاقه وازاي ان انت تحلها، ويديك نصايح ان انت تقلل الهدر بتاع الطاقه. وحاليا في حاجه اسمها الشبكه الذكيه، سمارت جريد، دي بتحلل استهلاك الطاقة في كل مكان وكفاءة أجهزة توليد الطاقة، وتقدر تاخد قرارات ذكية تقلل الأعطال وبتزود الكفاءة، فتقدر تنبأ بالأعطال قبل ما تحصل أو الحاجة اللي ممكن تخلي فيه هدر للطاقة، بحيث إن أنت تقدر تغير الأجزاء اللي فاسدة أو الأجزاء اللي ممكن تبوظ وتشوف حاجة بحيث ما يحصلش أي مشاكل. فأجهزة الإشعار الذكية بقت موجودة في كل حاجة، وهو ده ما بيسمى السمارت سيتيز. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. السلام عليكم.